حكم هيثم الطرابلسي. وبالفعل في هذه اللحظات يعطي حكم الساحة هيثم الطرابلسي إشارة انطلاق الشوط الأول هنا في مرحب فرحات حشاد بريانة. صار المحاولة الأولى ربما كرة جول أول، الفرصة خطيرة والتدخل في هذه الكرة الأخيرة المطالبة بضربة جزاء. قاد الفريق مصعب يرفع الكرة في القائم الثاني والتدخل من ناصر الشعبان والفرصة والتصويبة والحارس يتصدى. كرة خطيرة جدا، نفذ الكرة على يسار رامي الجيبسي سهلة بين أحضان حارس أمل الرياضي بحمام سوسة. إلياس الدريدي يرفع الكرة في منطقة الجزاء، التدخل بالرأس مقطوعة، ما زالت لفريق أمل الرياضي بحمام سوسة يبحث عن أمل التسجيل ربما، والكرة مقطوعة سهلة إلى ناصر شعبان وسط الميدان ثم الهجمة. كرة خطيرة جدا للانطلاقة والعباس يتصدى والناصر شعبان يغادر العرين ويتصدى بامتياز. بعد الكرة الأخيرة ثم المحاولة نورماني من اليسار، نورماني إمكانية الجول الأول والفرصة، نورماني التسديدة والفرصة خطيرة جدا، فرصة المراوغة الأولى والثانية ولا التوزيعة، ولكن الكرة ضربت في الدفاع. الكرة التمريرة في العمق طالت 6 امتار لأمل حمام سوسة لرامي الجيبسي. المحاولة والهجمة والفرصة الكرة ولكن بلا مساندة، والتمرير الفرصة الكرة التوزيعة في القائم الثاني والكرة ضاعت. عب ساسي يرفع الكرة في القائم الثاني لاستقبال الكرة بالرأس وسهلة عند الحارس ناصر الشعبان. طار انطلاقة والهجمة والتوزيعة والاستقبال التسديدة، كرة خطيرة جدا في الملعب، الهجمة في العمق ورامي الجيبسي في التوقيت والمكان المناسبين. الكرة في حوسته والتمريرة بالناصر مخذاج أو نصر الله سفيان نصر الله اجتناب الالتحامات. الكرة ملعوبة والتدخل من دفاعات حمام سوسة في العمق ممتازة جدا، إمكانية التسجيل والكرة خطيرة من الجهة اليسار. الكرة غادرت الميدان لرمي التماس لفريق أمل حمام سوسة. تقريبا جمعية ترينا مستغل ولا كرة ثابتة، ربما حتى محاولاته والفرص الخطيرة اللي شفناها ما كانتش عن طريق الكرات الثابتة وإنما عن طريق محاولات توغل وغياب النجاعة والتسجيل وغياب الحنكة خلينا نقول أمام المرمى في الكرة الأخيرة. تعود من جديد محمد عزيز الماجري، تمريرة إلى هارون مرياح ولكن تقطع المرتدة. الآن فريق أمل حمام سوسة ربما يجيب ربما يعاقب الكرات الضايعة من فريق جمعية ريان ألمانيا. أنور التدخل، ماذا هنالك؟ الحكم يشير إلى ركنين. ثالثة على يمين ناصر الشعبان يرفع الكرة والتدخل من دفاع فريق جمعية ترين. المراوغة الكرة للجهة اليسار، العرضية والتوزيعة والتدخل من فريق لاعبي فريق حمام سوسة. كم يعطي إشارة التنفيذ يلعبها في القائم الأول ولكن سهلة إلى ناصر شعبان دون تسيم الفرص ودون نجاح الكافي لافتتاح التسجيل. كرة أولى في المباراة، المحاولة والفرصة يعطي إلى هيثم الطرابلسي الإشارة. المجري كرة في القائم الثاني والمحاولة ورامي الجيبسي في المكان المناسب، مسات العملية خطيرة والتدخل ورامي الجيبسي والمخالفة جاء اليمنى. الكرة خطيرة، اللمسة في منطقة الجزاء والتدخل من دفاعات الأمل الرياضي بحمام سوسة. التوسيع العرضية الاستقبال، الكرة من حمزة شويني، تصويبة قوية خطيرة جدا، التصويبة الأخيرة خطيرة، الفرصة والتصويبة إلى الناصر شعبان، التصويبة مصعب بساسي. كرة لجمعية ترينا تنفذ الكرة من أحمد الماجري، ما زالت المتابعة والفرصة والتدخل. العقل بمؤمن جيل الأهداف في هذه المباراة، الكرة مرفوعة، الاستقبال بالرأس، الدفاع يتدخل. أمامكم أكيد المشهد قوس القزح المطل هنا على ملعب فرحات حشاد بأريانا هنا في عاصمة الورود. أكيد طقس جميل وأخيرا عودة الأجواء الشتوية لأنه الصيف طال وخاصة أنه وسط الصيف ما يساعدش أنه تلعب فيه كرة قدم للأمانة، خاصة في ظروف كرة القدم التونسية. خلينا نحكيو فصل الصيف فرصة للعب الكرة، التنفيذ من أحمد الماجري والكرة سهلة، التنفيذ من مصعب ساسي والتدخل من العباسي والكرة ثانية راجعة ولكن دوزيام بال. كرة مرت ريان افتك الكرة لعيساوي العرضية والناصر شعبان في المكان المناسب.
الكرة تلعب قصيرة، هل التنفيذ والمحاولة خطيرة ولا التدخل؟ ما زالت الاستيمات الهجومية والكرة تلعب سهلة، سرعة إلى حمزة الجويني من نصر الشعبان، كنترول خاتم من حمزة الجويني، محمد أمين بن غيث البديل والكرة مباغتة، الكرة مباغتة، فرصة فرصة مصعب ساسي يرفع الكرة في القائمة الثانية ولكن الكرة 6 أمتار. الإمكانية والفرصة خليل التصويبة والفرصة خطيرة، الكرة تلعب بعد إشارة الحكم في العمق، الكرة رأسية راجعة ولكن التسلل هو برشا، المحاولة ريان العيساوي، فرصة ليامل حمام سوسة لليمين، التمريرة إمكانية الهدف الأول، الكرة خطيرة جدا، التصويبة خطيرة، مرت سلامات على مرمى الحارس ناصر شعبان. المدافع المحوري بالنسبة لجمعية ريانا أيمن العباسي، الكرة لليسار مرفوعة عرضية بالراس والهدف الأول، 1-0 تتغير النتيجة، هيك علاش قلت لكم كرة واحدة قابلة تقلب سيناريو مباراة. جمعية تريانة كان أقرب ولكن أمل حمام سوسة عرضية وباهتة في الدفاع، وهدف أول لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة في الدقائق الأخيرة، دقيقة 89 تقريبا تتغير النتيجة بالنسبة لهذه المباراة. أولى الأهداف، شوف الكرة توغل من اليسار عرضية يصعد بالراس راسية وهدف أول في شباك جمعية ريانا، 1-0 بالنسبة لفريق أمل الرياضي بحمام سوسة. طار حمودة هو صاحب الهدف الأول بالنسبة لأمل حمام سوسة، نعم طار حمودة. العيساوي ريان 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 يا عمورة، وغل العيساوي إمكانية الجول الثاني والتدخل من الدفاع، المحاولة عرضية جديدة في القائم الثاني ولكن الكرة 6 أمتار. الكرة مرفوعة من رامي الجيبسي، بالفعل في هذه اللحظات يعطي حكم الساحة هيثم طرابلسي إشارة نهاية الشوط، نهاية الشوط الثاني ونهاية المباراة بتفوق الأمل الرياضي بحمام سوسة 1-0. كرة الجول الأول أمامكم، عرضية ممتازة كانت من لاعب حمام سوسة والارتقاء من طار حمودة بالرأس تسكر الشباك في توقيت قاتل، إذن انتصار أمل الرياضي بحمام سوسة على حساب مستضيفه جمعية ريانا 1-0 في الجولة الأولى من الرابطة الثانية هنا ملعب فرحات حشادة بأريانا. مباراة نقلتها إليكم ديوان سبور المنصة، كان معكم شادلي بوعيشة من وراء المصدح، نلتقي في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.